استنصح معكم امتحان جهوي لجهة مراكش آسفي دورة يونيو 2023 بالنسبة لمستوى السنة الثالثة إعدادي مسلك دولي. إذن على بركة الله. دونك عندنا لو سيجي كومبورت 3 اكزارسيس انديبوندون، يعني ان الموضوع ديال الامتحان يتضمن 3 اكزارسيس اللي هما مستقلين على بعضياتهم. ممكن تبدا سوا باغ ليكزارسيس نيميرو 1 ولا ليكزارسيس نيميرو 2 او بيان ليكزارسيس نيميرو 3. دونك عندنا ليكزارسيس نيميرو 1، دونك لا فيل داكادير ا لونسي سون بروجي توريستيك دو تيليفيريك، يعني النقل بالمقصورات المعلقه كون فو فوايي سور لا فيغور نيميرو 1. وهذا لاحظ معايا هنا عندي كومبارتيمون يعني مقصوره، هنا عندي واحد الباساجي يعني واحد الراكب اللي كاين في الكومبارتيمون. Donc qui renforce le tourisme dans cette ville, c'est un moyen de transport par câble métallique. Donc هذا هو الكابل ميتاليك وهذا اللي كنسموه حبل فلزي. Donc un on réalise la chronophotographie. ترى نشرحها لك لا كرونوفوتوغرافي في الدرس. Du mouvement ascendant يعني خلال الصعود، عندي الصعود هنايا ديال هذا الكومبارتيمون. Donc d'un compartiment S on obtient le document secondaire يعني la figure 1 هو هذا اللي عندي. Donc 1 répond par vrai ou faux à chacune des propositions donc en cochant la case convenable. Donc نحاولوا نوضعوا علامه في لا كاز كونفونابل، يعني لا كانت لا بروبوزيسيون فري غنديروا هنا، لا كانت فوس راه غنديروا هنا علامه هنا. Donc la première proposition donc on a le passager donc هذا هو الباساجي يعني الراكب A au repos par rapport au compartiment donc هو راه في الكومبارتيمون يعني la distance بيناتهم راه ما كتغير donc في هذه الحاله راه خص يكون هنايا au repos donc هذه راه vrai. ندوزو الثانيه le passager est au repos par rapport à la terre donc le passager هنا راه هو خلال الصعود دونك راه ماشي او غوبو راه هو الي اون موفمون دونك لو باساجي راه خص يكون اي اون موفمون بارابور ا لا تير دونك هاد بروبوزيسيون راه فوس دونك غنديرو علامه هنا فوس. دونك لو كومبارتيمون اس اي اون موفمون دو ترانسلاسيون ريكتيلين بارابور ا لا تير. الا خدينا لو كومبارتيمون واش هي اون موفمون دو ترانسلاسيون دونك الا خدينا مثلا هاد السيغمون اللي كاينه هنايا هاهي ولات هنا فهاد البوزيسيون يعني فواحد لو طون ولات هنا هاهي ولات هنا هاهي ولات هنا دونك فهاد الحاله دائما غيست باراليل دونك فهاد الحاله موفمون دو ترانسلاسيون. دونك واش موفمون ريكتيلين لا خديتي مثلا غير هاد لو بوين لاحظ معايا راه عندنا التراجيكتوار ديال هاد لو بوين اللي كاين هنا راه تراجيكتوار ريكتيلين تاخد اي بوين عندي لك تراجيكتوار ريكتيلين. دونك فهاد الحاله لو كومبارتيمون اي اون موفمون دو ترانسلاسيون ريكتيلين بارابور ا لا تير يعني هذا هو الريفيرونسيال. دونك هاد لا فراز راه فغي. ندوزو لا ديغنييغ بروبوزيسيون دونك عندنا لا تراجيكتوار اي لا لين يعني هو الخط ليون لي بوزيسيون اوكيبي باغ لو بوان ام دو كومبارتيمون. دونك هذا هو التعريف ديال لا تراجيكتوار هو هذا اي لا لين يعني الخط اللي كيربط المواضع ديال 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 واحد لو بوان من واحد جسم متحرك. دونك هذه راها فغي. Un deux, écrire l'expression de la vitesse moyenne et son unité internationale. Donc l'expression, yani la relation. La relation, باش نحسبوا la vitesse moyenne, il y a V est égal la distance parcourue sur la durée delta t ou bien تقدر دير هنا t, yani تقول V est égal à d sur t. بالنسبة للunité internationale, yani d خصها تكون بالمتر و t خصها تكون بالسكون, yani تكون متر par سكون ولا ممكن دير متر سكون موانزا. B. Calculer en mètres secondes moins 1, puis en kilomètres h moins 1. Yani, c'est une unité internationale ou c'est une unité usuelle. La vitesse moyenne du compartiment S entre les deux positions M1 et M3. Donc, on va la vitesse du compartiment entre M1 et M3. Et finalement, il y a M2 ou M4. بالنسبه لي دوني عندنا لا ديستونس اونتر لي دو بوزيسيون ام اي ام 3 هي دي تيغال 25 متر يعني المسافه ما بين ام 1 و ام 3 راه هي
25 mètres. La durée séparant deux photos consécutives, يعني deux points consécutifs ou bien successifs, يعني صورتين متتاليتين بحالاش بحال M1 و M2 هادو دو photos consécutives. ما M2 M3 هادو دو photos consécutives. M3 M4 هادو دو photos consécutives. إذا المسافة ما بين M1 هاد المسافة M1 M2 تقطعات خلال 2.5 سكون. هاد M2 M3 تاي تقطعات خلال 2.5 سكون. دونك نحسبوا لا فيتاس غنطبق لا غولاسيون دونك في تيغال لا ديستونس اللي هي ام 1 ام 3 سوغ لا ديري دلتا تي غنشوف هاد المسافه ام او ام 3 شحال المده الزمنيه اللي تقاطعات خلالها دونك من هنا حتى لهنا عندي 2.5 سكون هنا 2.5 سكون دونك في هاد الحاله غندير دي ام ام 3 راه هي 25 سوغ غنضربها غنضرب هادي في 2 دونك تولي هنا 2 فوا 2.5 سكون لان هادي تقطعات خلال 2.5 وهادي 2.5 دونك هادشي علاش ضربنا في 2 دونك ندير الكالكيل ديالي تولي 25 متر سوغ 2 فوا 2.5 راه هي 5 سكون دونك غتعطيك 25 سوغ 5 راه هي 5 متر سكون موانز 1 بالنسبة لا فيتاس اون كيلومتر اش موان زار عندك في الكور باش ندوزو من المتر سكون موان زار كيلومتر اش موان زار دونك في هاد الحالة خاصنا نضربو اون ميتيبلي باغ 3.6 دونك غندير 5 فوا 3.6 كيلومتر اش موان زار ممكن ما ديرش هادي شنو غدير خاص 25 تحولها لكيلومتر و 2.5 غتخصك تحولها تحولها للأوغ وممكن تلقاها نص لا فالور اللي هي 18 كيلومتر اش موان زان غير هذه ساهله باش تدوز من المتر سكون الكيلومتر اش موان زان كضرب 3.6 باش ترجع من الكيلومتر اش موان زان المتر سكون موان زان كتقسم على 3.6 1 3 déterminer en justifiant votre réponse la nature du mouvement du compartiment S par rapport à la Terre donc حنا خصنا على justification فين نديرو دونك هنا اول حاجه ملي كنقول لا ناتير دو موفمون يعني غنقولوا اكسيليغي ولا غوطاردي ولا 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 انيفورم دونك في هذه الحاله اول حاجه عندي راه موفمون راه دو ترانسلاسيون بالنسبه لهذا الكومبارتيمون علاش لان قلنا راه فيتنا شرحنا قلنا بان الا خدينا هذا السيغمون كتبقى غير سباراليل عندي لو تيب دو موفمون ديال الكومبارتيمون موفمون دو ترانسلاسيون الا خدينا اي بوان خدينا مثلا هذا البوان تراجيكتوار ديالها راه ريكتيلين يعني في هذه الحاله تكون موفمون تكون موفمون دو ترانسلاسيون ريكتيلين علاش اكسيليري علاش شنا لي ديستونس لاحظ معايا لي ديستونس باركوري كي تزايدو كتزايد اوغمونت او بيان كرواسون دونك في هذه الحاله لو كومبارتيمون اي اون موفمون دو ترانسلاسيون لا تراجيكتوار دو بوان ام اي ريكتيلين اي لي ديستونس باركوري اونتر دو بوزيسيون كونسيكوتيف كرواس دونك هنا يعني كتزايد تتزايد ولا تقول هنا اوغمونت يعني كتزايد في هذه الحاله راه كتكون لا فيتاس راها كتزايد اذا في هذه الحاله نقولوا راها اكسيليري Donc le compartiment S s'arrête à la station d'arrivée. On étudie l'équilibre de compartiments suspendus par un support fixé au point A. قال لك بان هذيك المقصوره راها توقفات دونك فين توقفات في المحطه ديال الوصول دونك غتوقف في هذه الحاله غتولي هذا الكومبارتيمون راه ايطون ايكيليب يعني في حاله توازن بطبيعه الحال غنحاولوا نجردوا لي فورس دونك فيغ لانفونتير يعني لو بيلون دي فورس ابليكي او كومبارتيمون اي لي كلاسي دونك بالنسبة لي فور لانفونتيغ دو فور راه ممكن تقرا التمرين كامل وغتلقاه مكتوبين لك كما العادة كيف كنجاوب جميع الامتحانات إذا حنا غنخدمو ما كنعرفوهمش دونك أول حاجة راه عندي أول حاجة عندي هذا راه عنده ماس دونك في هاد الحالة راه كاين عندي لو بوا دونك لو بوا دو كومبارتيمون أس يعني لا فورس إكزارسي باغ لا تيغ دونك في هاد الحالة راه كتكون هادي راه كتكون فورس دائما فورس أ ديستونس غيبارتي كتكون عن بعد وكتكون دائما ولي فورس أ ديستونس ديما كيكونو غيبارتي وعندي أيضا راحت معايا أن هاد لو سيبور راه مانتيان إكيليبر دو كومبارتيمون يعني كيحافظ على التوازن ديال هاد الكومبارتيمون هاد المقصورة إذا في هاد الحالة كيطبق واحد لا فورس دونك هادي هي لا فورس إكزارسي باغ لو سيبور سور لو كومبارتيمون إس بالنسبة لهادي راحت معايا لاكتور أو لو غوسيفور راه أون كونتاكت دونك في هاد الحالة فورس دو كونتاكت راه هنا لوكاليزي راه عاطيني هنا غير واحد لو بوان اللي هي أ
définir le poids d'un corps et donner son unité internationale. Yani, je vais vous définir. Donc, c'est la force, dit le cours. Donc, c'est la force à distance. Donc, c'est une force à distance exercée par la Terre sur ce corps. Donc, c'est la définition de le poids. Mais l'unité internationale de la force, c'est Newton. Donc, Newton. وكرمزوا لها اون لا نوت نيوتن بهذا الرمز اللي هو ان بي كومبليتي لو طابلو سويفون اون ديتيرمينون لي كاركتيريستيك دو بوا دو كومبارتيمون اس اون دون عطينا لا ماس دو كومبارتيمون لا ماس ديالها هي 400 كيلوغرام انتنسيتي دو لا بوزونتور لي جي 10 نيوتن بار كيلوغرام دونك بالنسبه للبوان دابليكاسيون يعني لا فورس اكزيرسي بار لا تير يعني دائما راه قلنا كتكون ا ديستونس يعني le point que tu as il y a le centre de gravité donc c'est le point d'application tu peux dire que tu as agi là faqat mais tu peux dire le centre de gravité du compartiment mais sur la ligne d'action yani هو la droite d'action donc هنا la ligne d'action ديما كنقول دائما c'est la droite verticale qui passe par le point G voilà هو نفس la droite à G بالنسبه le sens هاد الى قطعنا هاد لو سيبور راه يسقط نحو الاسفل يعني فيغ لو من يسقط من جي دونك غنقولوا حنا دو جي فيغ لو با دائما البوان دابليكاسيون فيغ لو فيغ لو با لو او دونك فهاد الحاله راه تكون عندي فيغ لو با يعني نحو الاسفل بالنسبه لانتونسيتي راه عندي كيفاش كنحسبها دونك كنعرف لا غولاسيون بي اي تيغال ام فوا جي خصني نحولو لينيتي انترناسيونال راه عندنا عندي محولين ليا ما عنديش مشكل دونك في هذه الحاله غنعوض لا ماس اللي هي 400 كيلوغرام دونك غتعطيني 400 كيلوغرام هنا عندي 10 دونك الا مشيتي هنا كيلوغرام شات مع كيلو تبقى لك نيوتن دونك غدير 400 فوا 10 راه هي 4000 نيوتن 2 3 écrire من بين الاسئله اللي كيتعاودوا بزاف écrire l'énoncé de la condition d'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces دونك هذا عندك في الكور كاين عندك جوج صيغ ممكن انك تكتبهم انا كتبت لك واحد هنا lorsque un solide est en équilibre sous l'action de deux forces F1 et F2 alors ces deux forces ont la même droite d'action deux sens opposés et même intensité وكاين الاخر ممكن تكتبه تقدر تقول lorsque un solide est en équilibre sous l'action de deux forces F1 et F2 alors ces deux forces ont la même droite d'action ou had les conditions bjouj yani deux sens opposés ou même intensité qu'on t'aoudon bi dir f1 vecteur plus f2 vecteur est égal le vecteur ni donc mumkin tkteb ay sayra mumkin tdira 2 4 déduire les caractéristiques de la force exercée par le support du sur le compartiment S لاحظ معايا la force l'autre في دايرين هنا الاولى راه حنا شناها والثانيه ها هي اللي ممكن انك تكتبها في la première question اللي قال لك faire l'inventaire بالنسبه لديدوير هنا تطبق لا كونديسيون ديكيليبر راه هاد لو كومبارتيمون راه ايطون ايكيليبر ياك اي سومي ا دو فورس كاين لا فورس اكزيرسي بار لو سيبور وعندي لا فورس اكزيرسي بار يعني لو بوا يعني لا تير ديال لا تير دونك في هاد الحاله راه يكون عندهم ميم دروات داكسيون دو سونس اوبوزي او ميم انتنسيتي دونك لو بوان دابليكاسيون راه هي لو بوان ا بالنسبه لين داكسيون راه عندهم ميم لين داكسيون يعني الا كان الاخر فيرتيكال تاخر غيكون فيرتيكال كي باس باغ ا ولا تقدر دير فقط غير ا جي ما تقدر كاع تكتب هاد الشيء بالنسبه للسونس عندهم دو سونس اوبوزي الاخر من جين فيغ لو با الاخر غتكون من ا فيغ لو او بالنسبه للانتنسيتي راه عندهم ميم انتنسيتي لان لو كومبارتيمون اي طون ايكيليب في هذه الحاله انا درت ليها تي سميتها تي حيت بي ديما لو بوا كا لانتنسيتي دو بوا كنديرو لها بي ورا لقينا قبيله 4000 نيوتن دونك تي كدير هنا 4000 نيوتن علاش درنا هذا الشيء لان كار لو كومبارتيمون اي طون ايكيليب دونك دابري لا كونديسيون ديكيليب شي قالوا لنا هنا ديدوير 2,5 représenté sur la figure 2. Dans la figure 2, ci-dessous, le vecteur force appliqué sur le compartiment en utilisant l'échelle. 1 cm représente 2 newtons. Donc, on a une échelle, on a mis le vecteur force, c'est-à-dire la force exercée par le support ou le poids du compartiment. Donc, on a mis l'échelle, donc on dit 1 cm représente 2 2000 نيوتن انا شحال عندي كلهم راه كيساوي 4 نيوتن دونك فهاد الحد ديال لا ريغل دو 3 راه تعطيك هنا 2 سنتيمتر
دونك هادشي يتمثل في اي وحده دو سنتيمتر. نبدا مثلا بي بي راهي هادي دو جي فيغ لو با وراه فيرتيكال بحال هكا. دونك هادي هي بي. بالنسبه للاخرى راه هما باينين البوان دابليكاسيون هي هي ا وعندنا لينداكسيون هو هذا دو ا فيغ لو او والطول ديالو سميتها بالتي راه 4 نيوتن اللي هي قلنا 2 سنتيمتر. Maintenant, l'exercice numéro 2, le smartphone d'un élève est tombé par terre. Il y a ni واحد هاتف ذكي ديال واحد التلميذ سقط ليه. Donc son affiche l'afficheur ديالو اللي هو هادو هما لي كاركتيرستيك ديالو 0.4 و 3.8 فولت. سي فيسوري يعني تشقق يعني تهرس لي لافيشور ديالو. فيغير نيميرو 3 هو هذا. دونك ال ايل اي سويت الوغ لو ريباري لوي ميم. دونك هو بغا يصلحو راسو مي ايلي ايزيتي يعني تردد اونتر دو افيشور يعني تردد دون لي كاركتيرستيك سون. دونك عنده دو افيشور واحد لي كاركتيرستيك ديالو هو هذا هما هادو لي كاركتيكس ديالو عطانا لاتونسيون عطانا لانتونسيتي والتاني ها هما اي دو وعندنا اي دو وعندنا اي اي دو. دونك اي سون اي سو سوفيان دافواغ ايتيدي دونك تذكر بانه راه اون تخوازيام كوليج يعني لا فورميل غوليون لا بويسونس الكتريك دانتونسيتي دو كورون. دونك في هاد الحاله et la tension mais il hésitait de quatre formules suivantes. دونك هو تذكر بحال العلاقة ولكن تردد قال بأن لا واش هذه هي العلاقة اللي كنحسبوا العلاقة اللي كتربط ما بين لانتونسيتي دو كورون لا طونسيون لا بويسونس واش هذه ولا هذه ولا هذه ولا هذه. أنت بالنسبة لك أنت راك عرفتي أين علاقة. دونك أولا دونك دوني لا سينيفيكاسيون دي فالور انديكي سور لافيشور فيسوري. دونك اشنو ما هاد 0.4 اشني لا سينيفيكاسيون ديالها يعني لي كاركتيرستيك. دونك هادي راه كتسمى طونسيون لا بويسونس الكتريك نومينال يعني قدرة كهربائية اسمية. بالنسبة لهادي راه طونسيون دونك غنسمي طونسيون الكتريك نومينال حيت هادو دارهم صانع هادشي اش كنزيدو هنا نومينال. Donc deux, pour déterminer la formule correcte de la puissance électrique, l'élève réalise le montage de la figure 4. Donc on va chercher la formule, صحيحة اللي قلنا واش هاد لا فورميل ولا هادي ولا هادي ولا هادي. دونك في هاد الحاله دار واحد التجربه. شنو دار؟ هي دوك التجربه اللي درتو في القسم يعني درتهم في الكلاس. دونك ان جينيراتور دو طونسيون كونتيني هو هذا 12 واط ان لامب ال1. دونك هذا هو لا لامب ال1. ان امبارومتر ا اللي هو واحد فيهم غيكون حنا غنشوفو علاش. اي ان فولتمتر في. دونك هادشي اللي كاين. دونك دو 1 ديسيني دون لا كادر سي دوسو لو شيما دي مونتاج اكسبيرمونتال رياليز. دونك غترسم حتى هاد لو مونتاج فقط. هذا لاحظ معايا راه فاريابل حيت كيعطي هنا 12 فولت هنا عندي 6 فولت. دونك غندير هنا هذا جينيراتور دو طونسيون كونتيني راه فاريابل ريغلاب يعني ممكن ياخذ لك دي فالور هنا. حاجه اخرى ثاني لا شن هذا راه مونتي اون اون سيري وهذا مونتي اون ديريفاسيون هذا على التوازي وهذا على التوالي. دونك في هذه الحاله راه هذا غيكون امبيرو متر. دونك غندير هنا امبيرو متر. دونك غنشوف بلوس او موان. لاحظ معايا هنا راه عندي هنايا اشني هنا عندي كوم يعني الموان وهنا عندي بحال عندي البليس اللي هي ا. ها هو كتب لك الطا هنايا راه باينه غيكون امبيرو متر. دونك في هذه الحاله غتكون ا. دونك ا راه خص يكون هنا عندي البليس. دونك هنا الا كان عندي البليس هنا خصها تكون ايضا هنا البليس وهنا كوم راه هي الموان. من بعد فين غنمشي؟ غنمشي لا لامب. لا لامب هذا هو لو سامبول نورماليزي ديالها. دونك في هذه الحاله من بعد اون فيرم لو سيركوي الكتريك غنمشي هذا السلك غنمشي نديه هنا بلاصه غنديه لنا الموان. بقى لي هذا مونتي اون ديريفاسيون. دونك هنا مربوط ما بين هاد لا لامب اللي هي هادي. دونك غنجيب واحد السلك بحال هكا ونحاول نربط بهذه الطريقه. علاش درت انا فولتميتر هنا راه باين لك بان راه غادي لفري ولكن حنا كنعرفوا بان لاباغاي اللي كتركب اون ديريفاسيون يعني اون باغالي راه هو لو فولتميتر. ممكن تتبع هنا تعرف لو موان لو بليس اولا ممكن تعرف غير دير هنا الا كان عندك بليس خصك دير هنا بليس وهنا مع الموان خص يكون هنا الموان ولا هنا راه باينه لك هنايا غتبان لك بان هذا هو الاول هو هذا من الامبيرمت ها هو مرتبط باش بالبليس هو هذا البليس وغادي ارجع هنا ارجع هنا الموان اللي عندك هي هادي. Donc de deux l'élève effectue ensuite la manipulation expérimentale suivante. حنا دابا عرفنا الهدف هو يعرف
اين هي اللي صحيحه، واش هادي ولا هادي ولا هادي. دونك اشنو دار؟ دونك il ferme le circuit et relève les valeurs indiquées par les deux appareils mesurés. دونك اشنو دار؟ غلق الداره الكهربائيه وحاول يسجل لي فالور، يعني القيمه ديال هاد لامبيرومتر والقيمه ديال هاد الفولت متر. فين دارهم؟ دونك il recommence. ها هما هادو دارهم هنا، ها هي لا طونسيون 12.033 و لانتونسيتي شكون اللي عطاها لي؟ عطاها لي هاد لافار، هاد يعني لامبيرومتر بالنسبه للفولت متر هذا عطاها هاد لا فالور اللي هي 12.03. il recommence l'expérience avec une autre lampe L2 بحال اللي كديروا في الكور. دونك في هاد الحاله دار نفس الطريقه، غير دار واحد لا لامب اخرى اللي هي 5 واط 12 فولت. بالنسبه لا لامب الاولى اللي كاركتيز ديالها هي 0.6 واط و 12 فولت، وعاود دار نفس التجربه بالنسبه استعمل واحد لا لامب اللي هي L2. دونك هنا حصل على النتائج هما هادو. دونك اكسبلواتون لي ريزلتا انديكي دون لو طابلو سي دسو، كوشي ليكسبرسيون دو لا بويسونس الكتريك جيستيفي فوت ريبونس. ترى عندك الكره كتعرف العلاقه اللي هي راه باينه، ما تكونش هادي وما تكونش هادي، ولكن عتكون هادي حيت بي كتساوي اي فوا اي. ولكن كيفاش عتستثمر وبيان عتستعمل هاد لو طابلو باش دير لا جيستيفيكا؟ تحسب بحال هادشي، تحسب لو برودوي اي فوا اي بالنسبه لا لامب ال1 و ال2. دونك في هاد الحاله بور لا لامب ال1 لو برودوي بحال كي درتو في الكود، دونك غادير اي فوا اي ايتيغال، غادير هنا 12.3 فوا لو كورون هي هادي فوا 0.5، دير الكالكيل ديالك كتلقى 0.6 واط. الا مشيتي قارنتي هاد 0.6 مع هاد لا بويسونس نومينال، يعني اللي كاينه اللي دارها الصانع، دونك في هاد الحاله تلقاها كتساويها، يعني كتساوي لا بويسونس نومينال دو ال1. دير نفس الطريقه بالنسبه بور لا لامب ال2، دونك غادير اي فوا اي لو برودوي، يعني غتعطيني هنا 12 فوا بالنسبه لو كورون 0.41، دونك دير الكالكيل تلقى 4.92 واط. الا مشينا قارن هادي مع هادي غتلقى تقريبا قريبه ليها، يعني تقريبا كتساوي لا بويسونس نومينال ديال ال2. دونك في هذه الحاله العلاقه هي شنو هي؟ هي بي كتساوي او فوا اي، هادشي علاش درنا هاد اختارينا هادي. دو تخوا كوشي لا كاز كوريسبوندون ا لافيشور كونفونابل كو ليليف دوا شوازيغ بور سون سمارت فون جيستيفي فوت ريبونس. هذا هو الشيء اللي حنا بغينا، بغينا نعرفوا اين افيشور غيستعمل. دونك باش نساعدك ارجع لك المعطيات الاولين، هادو هما لي دوني ديالو. دونك واش غيستعمل هاد لافيشور 1 ولا لافيشور 2؟ دونك في هاد الحاله شنو المشكل؟ خص عندو لي كاركتيستيك ديال لافيشور ديالو، عندو 0.4 واط وعندو 3.8 فولت. لاحظ معايا عندهم ميم طونسيون، ولكن شنو خصني نحسب؟ خصني نحسب لا بويسونس. نشوف لا بويسون نحسب، باش نحسبها كيفاش غندير؟ راه قلنا كيفاش غندير، خصني ندير او فوا اي. دونك في هذه الحاله كالكيلو لا بويسونس دو شاك افيشور. دونك بور لافيشور 1 دونك غندير او بي 1 كتساوي او 1 فوا اي 1، ندير الكالكيل ديالي ندير هذه فوا هذه، دونك تعطيني 3.8 فوا 0.530. هاي اون بان ندير الكالكيل تلقى 2.014. نمشي تقارنت هذه مع لافيشور اللي تهرس ليا، دونك اللي تهرس ليا هي 0.4، راه هي كتخالفها. دونك في هذه الحاله كتخالف 0.4. دونك في هاد الحال لافيشور 1 ميمكنش نستعملوه. ندير نفس الطريقة بور لافيشور 2 باش نتأكد، غندير بي 2 كتساوي او 2 فوا اي 2 ايتيغال. إذا غندير هنا 3.8 فوا لو كورون اللي هو 0.4، نمشي نحسب أنا هادي وعلقها 0.399. بحال اش كتساوي؟ بحال كتساوي 0.4 واحد. إلا درنا هنايا لا فالور أبخوشي غتكون 0.4. وشحال لا بويسونس نومينال ديال لافيشور اللي تهرس ليه؟ هي 0.4. إذا في هذه الحالة اللي مناسب كونفونابل راه هو لافيشور 2. بور ريباري سون سمارت فون، يعني باش يصلح هذاك السمارت فون ديالو، يعني الهاتف الذكي ديالو، ليليف ايتيليزي ان فار اسود، يعني استعمل واحد كاويه ديال الكتريك، يعني كهربائيه. هادو هما لي كاركتيستيك ديالو، دو ريزيستونس اير بوندون 30 مينيت. كوشي لا كاز كوريسبون ا لا غولاسيون كي اكسبريم لا لوا دون.
دونك لا لوا دوم واش هو U تيغال R فوا I أو بيان I تيغال R فوا I أو بيان U تيغال R سيغ I أو بيان U تيغال R بلس I. دونك صحيحة راه باينة راه هي U تيغال R فوا I. ديتيرميني أون كوشون لا كاز كونفونابل إكسبرسيون دو لا ريزيستونس R. واش R غنحسبها بهاد الطريقة ولا هادي ولا هادي ولا هادي. لاحظ معايا هنا عندي U وهنا عندي هنا اي وعندي هنا بي وعندي هنا اي وعندي بي. دونك ممكن بما ان عندي ريزيستانس ممكن استعمل لا بويسونس تيرميك يعني لا بويسونس كونسومي بار ان اباري دو شوفاج. ممكن استعمل لا غولاسيون كنعرف بي تساوي ار فوا اي او كاري. دونك اشنو خصني يبقى ليا؟ خاصني نلقى خاص ار نلقى شحال القيمه ديالها. خاص هاد اي تحيد حنت باش نعوضها ب اي. كنعرف دابق لا لوا دوم راه اي شحال كتساوي اي سيغ ار. فين نعوضها هنا؟ غتولي ار هاد اي غنعوض اي سيغ ار تولي اي سيغ ار او كاري ايتيغال تولي هنايا ار غنختازل عليها غتبقى لي غير اي او كاري حيت ار غتمشي غتحيد هاد اوسي اثنين غتبقى لي ار. دونك من هنا شنو بغيت انا؟ انا بغيت انا ار. دونك ار شحال كتساوي من هنا؟ غتساوي اي او كاري اي او كاري سيغ بي. دونك فين هي الصحيحة هنايا؟ دونك ميمكنش تكون هادي وممكن تكون هادي. دونك الصحيحة تكون هي هادي هادي اللي عندي. دونك هادي هي اللي هي صحيحة. دونك ديدوير لا فالور دو لا ريزيستونس ار. دونك حنا غنستنتجو بما انني انا عرفت لا ريزيستونس كيفاش كتحسب ها هما عاطيني كلشي عاطيني لا طونسيون وعاطيني لا بويسونس نومينال. دونك فهاد الحال عندي لابليكاسيون نيميريك. دونك نحيد هادشي هادشي غير درتو بغويون باش تعرف كيفاش لقيتها. دونك ار ايتيغال ا او سيغ بي هاي لقينا ندير لابليكاسيون اي اللي هي 220 او كاري بويسونس لي 55 واط ندير الكالكيل ديال تلقى 880 اوم. لا ديغنيغ اكزارسيس اكزارسيس نيميرو 3 يعني لا سيتياسيون اون ايتيديونت سويت اشوتي اون موطو الكتريك بور سو ديبلاسي دو سا ميزون ا لونيفرسيتي. قال لك واحد الطالبه كتبغات كتمنى تشري واحد معناتها دراجه ناريه هي كهربائيه باش تنتقل من منزل ديالها لونيفرسيتي يعني الكليه او لا الجامعه. الوغ الي سانتيروجي سور لو كو دو سي ديبلاسمون يعني تسالت شحال الثمن التكلفه اللي ديال الانتقالات ديالها من عاد تمشي للكليه وتعاود ترجع للمنزل. دونك لي دوني عطاونا لا ديستونس باركور بار شاك ديبلاسمون كوتيديان الي روتور يعني المسافه المقطوعه يعني اليوميه اللي هي دائما هي 20 كيلو 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 متر. دونك لو نومبر دو ديبلاسمون بوندون ان موا اي ان ايتيغال 20 يعني شحال كتنتقل من مره في الشهر 20 مره باش كتمشي للكليه وترجع. ليتيديون استيم لا فيتاس مويان يعني قدرات لا فيتاس مويان ديالها ديال ديبلاسمون ديالها هي في ايتيغال 30 كيلومتر اش موانز. بالنسبه لا بويسونس الكتريك مويان دو موطو هي 1.5 كيلو واط. وبالنسبه للوكو يعني التكلفه دان كيلو واط اور راه هي 1.20 dirham. La première question, déterminer la durée T nécessaire pour chaque déplacement de l'étudiant. Bon, il est bon, le mode de zamania, les images pour chaque déplacement, il est là, qu'on intercale, yani aller-retour. دونك في هذه الحاله باش نحسبها نستعمل عندي لا ديستونس عندي لا فيتاس. دونك عندي واحد لا غولاسيون بيناتهم. دونك اون سي كو في تيغال دي سور تي. دونك نتلاقى من هنا تي تيغال دي سور في وندير لابليكاسيون نيميريك دي اللي هي 20 كيلومتر في اللي هي 30 وندير الكالكيل ديالي وعلقى 0.666 انا اختاريت بحق 7 اور درتها قيمه تقريبيه هي تعطيك 6666 حتى ل 7. دونك ممكن تكتبها كامله. دونك انا خديت هاد القيمه. دونك هادي لا ديغي خليتها بالاور. دو كالكيلي لو كو مونسيال يعني التكلفه الشهريه دو ديبلاسمون دو ليتيديون بور لا موطو الكتريك باش تعرف التكلفه باش نحسبوا التكلفه الشهريه ديال الانتقال ديال ليتيديون يعني خلال شهر. شهر شحال كدير من انتقال؟ كدير كتنتقل 20 مره. دونك في هذه الحاله اول حاجه باش نحسبوا التكلفه، التكلفه عندها علاقه باش هي يعني عندها علاقه بالكيلووات اور. والكيلووات اور واش يعني انرجي يعني خصني نحسب انا لينرجي اللي غيستهلك ليا هذاك هذاك لا موطو. دونك اول حاجه كالكيلو لينرجي كونسومي باغ لا موطو باغ بور ان سول ديبلاسمون يعني خلال انتقال واحد.
حيت هو كتنتقل في الشهر 20 مره. دونك حنا غنشوفوا خلال انتقال واحد شحال كيستهلك هذاك لا موطو ديال لينيرجي. دونك في هذه الحاله كنعرفوا العلاقه هي او تيكال بي فوا تي. دونك بي اللي هي لا بويسونس هي 1.5 كيلووات كيلووات فوا تي اللي هي راه حيت نحسبنا لقينا 0.667 اور لا درنا الحساب ديال لقاوها 1 كيلووات كيلووات اور. دونك هادي باش تمشي وتالي وغوتور يعني هاد 20 كيلومتر اذا عاد تستهلك يستهلك هذاك لا موطو 1 كيلووات اور. في هذه الحاله اللي كان الوغ خلال شهر دونك هنا كيكون عندي 20 ديبلاسمون دونك الوغ لينيرجي كونسوم بار لا موطو بور 20 ديبلاسمون. في هذه الحاله خصني نضرب هذه فاش في 20 دونك غتولي 1 كيلووات فوا 20 اللي هي 20 كيلووات اور. اشنو بغيت نحسب انا؟ بغيت نحسب التكلفه. دونك عرفت بان كيلووات اور راه كيساوي 1.20 درهم. دونك يعني ان هذه غنضربها فاش دونك لو كو مونسيال دو ديبلاسمون دو ليتيديون باغ لا موطو إلكتريك اي 20 ونضربها في شحال الثمن ديال الكيلواتور. دونك غندير ممكن ندير لا غيكل دو 3 ممكن نضربها مباشرة 20 فوا 1.20 درهم. دونك في هذه الحالة غنلقاها 24 درهم. إذن كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا ليكزام. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.